أي وزير حاجة مامولك قبل كبنادر اللي بقى نظر ونقصه بيري صاحب كان حاجة ويني تليها عيدا كيلا على الديغان كا تليها قيب تقوت بعد الصحافة دي بعد بان بيدا بوحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب كلمة دي أنا سكون مدي هل كان أي شعب كمجال هذا مقدش جو أي موجناين وحا كلمات كودي كعبر أي مسؤولين تي هرتي هذا شيء ورنتي تاجيردة أن تاجيري إنه جوانكي كصوب حي أقل كبارلمانكا ولا حكومة دا مدحينون أو صحيحي هشيسكي لبضا دينا أي ولا لهنا تركيا هي دولة الصومالية دحمري أيو شعب كمان أنت مقالة مقدشو تاجيريا شعب كمقالة مقدشو وشعب سو تاجن مركز تبع إني وحي حنا أي كوري مادان وحي ونكسنا أي تاجيران تاسنا ونوجا ما هاد لنا يا إني قرحة عن ساكا يسافر ديستان أي على سيد جريو ذيك ساكا لهان أي هل كان يسوي مادين أيقوم موجودة يا درين كذا ولا التنمو دران كودا تاجيرو اي تاجير يان اشيس كاسي دحل قلكا الدفاع بدينا يا لما انت وبركة عيدا مدينا يا قرب استاقا علينا تركيا اي مركز انا اللي قرب تاجيين تاجيرو اي موجرا يان شعب كمقالة مقدش وكو ماتيين وحان لنا هي ولا لينا صوماليا ملك استي جوغان حتى غيرانا قوانا دا دولة دودة أما ممثلين تودي برلمان كم تلاقي جو أنا ذا قاتن أنا تاجران على ربا تولا يدقمو يقول أنت جوك تلا إن لو تاجران على ربا أنت أسكدب وعنو شيء هنا دولة دجار كأن هاي إثيوبيا أنت أسوق قرني هي ندرسنا هاي كلامنا جوري كرنا واسكو قصبنا هاي قرني كوي الله باتنات إن تلادي وحنكو حد جد بينا taaka kamid ah dhulka Soomaaliya ama biya Soomaaliyan ku xad gudbayna anagoo qaab sharci darro u soo marayno taas waxaan leenahay leedi kama akhriso doono dadka Soomaalida ma aqbali doonaan aqliga caafimaadka qabe adduunina waa diiday marka quruuna soo nooleedeen idinkoo badlaan ah marka hadina tiraadiin 16 dowladood oo afrikaan ah ayaa waxay ku nool yihiin badlaan ku nool yihiin wax uga haleysan ma jiraan idinkuna intaa soo qarniyad soo nooleedeen waxaad rabtiinna waa dhoofisiin waxaad rabtiinna waa idin soo degaan marka Soomaaliya halku xad gudbiya oo isleena waa xilligii laga faa'iideysan lahaa marka waxaan leeyahay taasna waxaan leeyahay Itoobiya walaalayna Soomaaliyeena reer Waqooyi Galbeedna ayagana waxaan leenahay Muuse Biixi Sharow imiday Britain waa baxayaa laakiin taariikhda laga tagayaa la isweydiinayaa Britain hadii la yiraahdo jiilalka Soomaaliyeed oo meel kasta ay joogaan yaan lagu xad gudbin carradooda dhulkooda biyahooda yaan lagu xad gudbin aan leenahay oo taariikhu yeesan idin qormin kuwa maanta meesha joogo beri joogi maayaan taasna waxaan leenahay taasaan ku leeyahay idinkuna waa maasantihiin abaabulka iyo maaragtay aad samayseen